مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري، حيث نتابع توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي. موفد التلفزيون المصري علاء رشوان ينضم إلينا من العاصمة الكينية نيروبي، إليك علاء. المدة أو الاجتماعات التنسيقية التي تجرى في نصف العام التابعة للاتحاد الإفريقي في دورتها الخامسة، هذه القمة الهامة هي قمة استحدثتها الرئاسة المصرية إبان ترأسها للاتحاد الإفريقي عام 2019، وهي قمة يدعى إليها عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، بالإضافة إلى أيضا رؤساء التكتلات الاقتصادية الكبرى، للنظر في التقدم المحرز في العمل الإفريقي المشترك، خاصة على صعيد التكامل الاقتصادي القاري الإقليمي، وأيضا النظر في التقدم المحرز في مقررات القمة الإفريقية الدورية التي تعقد في يناير من كل عام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. هذه الزيارة الهامة للسيد الرئيس التي تتعلق ليس فقط بالعلاقات الثنائية بين القاهرة ونيروبي، وإنما أيضا في إطار التكامل الإفريقي وتفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك. هذه الزيارة سوف تشهد مشاركة فاعلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقا من الدوائر الهامة في السياسة الخارجية المصرية، وأحد أهم وأبرز هذه الدوائر هي الدائرة الإفريقية. السيد الرئيس خلال مشاركة سيادته في هذه الاجتماعات سوف يلقي كلمة مصر الهامة بوصف سيادته الرئيس الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات إفريقيا، أو اللجنة التوجيهية الخاصة بالتكامل والتنمية الإفريقية المعروفة بنيبات. هذه الرئاسة التي استمرت لمدة عامين سوف يستعرض خلالها السيد الرئيس جهود الرئاسة المصرية في تحقيق التكامل الاقتصادي القاري الإفريقي، وأيضا في إطار تنفيذ مقررات اتفاقية التجارة الحرة ودخول منطقة التجارة الحرة إلى حيز النفاذ إبان الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي عام 2019. أيضا السيد الرئيس سوف يلقي كلمة مصر الهامة أمام جلسة تعنى بالتغيرات المناخية والبيئة بصفة سيادته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، يستعرض خلالها جهود الرئاسة المصرية في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على دول القارة السمراء. هذه الزيارة كما أشرنا زيارة هي الثانية من نوعها، أولى الزيارتين كانت في عام 2017، تأتي هذه الزيارة هذا العام وهذه الأثناء لتضع حجرا جديدا في جدار العلاقات المصرية الكينية. هذه الزيارة أيضا سوف تتضمن عقد قمة مصرية كينية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو، قمة هامة يستعرض خلالها الرئيسان جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بداية من استعراض مجمل العلاقات التاريخية بين مصر وكينيا، بالإضافة أيضا إلى استشراف سبل دفع هذه العلاقات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين القاهرة ونيروبي. هناك نظرة من التقدير والاحترام والعرفان في كينيا على المستويين الرسمي والشعبي للجهود المصرية المبذولة، ومد يد العون من مصر الشقيقة الكبرى لجهود التنمية في كينيا. لا يخلو مشروع قومي وطني كيني من أيادي لخبرات مصرية، سواء على المستوى الاقتصادي التجاري، البنية التحتية، صناعة الدواء، الصحة، الزراعة وغيرها من هذه القطاعات الهامة التي تعكس مدى العلاقات التاريخية والتعاون المثمر والبناء بين مصر وبين كينيا. أيضا هناك دائرة من دوائر العلاقات والتعاون بين البلدين، وهو العمل الإفريقي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. مصر وكينيا يجمعهما تجمع الكوميسا، أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في إفريقيا. البلدان يسعيان إلى تحقيق التكامل بين
الكتل أو التكتلات الاقتصادية الكبرى في القارة الإفريقية، ويسعيان أيضا بالتنسيق بينهما من جانب وبين مفوضية الاتحاد الإفريقي من جانب آخر إلى تحقيق وتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة في القارة السمراء حتى عام 2063، وأيضا تنفيذ الخطة العشرية لهذه الأجندة مر 10 سنوات منذ إطلاق هذه الأجندة. هذه الدورة هي دورة تترأسها مصر، سوف يقدم خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال ترأس سيادته للجنة النباد تقريرا وعرضا مفصلا لجهود الرئاسة المصرية طوال العامين الماضيين لتنفيذ خطة الأهداف التنمية المستدامة في إطار هذه الخطة العشرية، وأيضا استشراف آليات العمل الإفريقي المشترك في المرحلة المقبلة لتنفيذ بقية أهداف أجندة التنمية المستدامة على كافة الأصعدة والقطاعات حتى عام 2063. ربما نفسح المجال قليلا للصورة لتنقل لحضراتكم وقائع وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد مصري رفيع المستوى إلى العاصمة الكينية نيروبي. هذه الزيارة كما أشرنا تدشن التعاون بين القاهرة ونيروبي على كافة الأصعدة، خاصة على صعيد التنسيق والتشاور بين البلدين حيال عدد من القضايا والملفات والمستجدات التي باتت تطرح نفسها على ساحة العمل الإفريقي المشترك.